يعني التحديات اللي بتواجهنا أكدت ضرورة الحوار الشامل والفعال، وده اللي أكد عليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمة الأمس اللي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، الكلمة المسجلة اللي قال سيادته فيها إن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية، وإن حجم التنوع والاختلاف في الرؤى والأطروحات بيعزز من كفاءة مخرجات هذا الحوار الوطني، اللي أكد كمان إن هو بيتطلع السيد الرئيس على المشاركة في الجلسات النهائية له. تعالوا نشوف كلمة السيد الرئيس ونرجع نكمل معكم بقية الكلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الشعب المصري العظيم، السيدات والسادة، الحضور الكريم، أتوجه إليكم اليوم بتحية تقدير وإعزاز لجمعكم الكريم الذي اجتمعتم فيه من أجل أن نتحاور ونتبادل الرؤى مبتغين صالح وطننا العزيز ولرسم ملامح جمهوريتنا الجديدة التي نسعى إليها معا نحن المصريين، دولة ديمقراطية حديثة، ونضع للأبناء والأحفاد خارطة الطريق لمستقبل واعد مشرق يليق بهم. السيدات والسادة، إن دعوتي للحوار الوطني التي أطلقتها في إفطار الأسرة المصرية تأتي من يقين راسخ لدي بأن أمتنا المصرية تمتلك من القدرات والإمكانيات التي تتيح لها البدائل المتعددة لإيجاد مسارات للتقدم في كافة المجالات سياسيا واقتصاديا ومجتمعيا، وأن مصرنا الغالية تمتلك من كفاءات العقول وصدق النوايا وإرادة العمل ما يجعلها في مقدمة الأمم والدول، وأن أحلامنا وآمالنا تفرض علينا أن نتوافق ونصطف للعمل ونجتمع على كلمة سواء، كما أن تعاظم التحديات التي تواجه الدولة المصرية على كافة الأصعدة قد عززت من إرادتي على ضرورة الحوار، والذي أتطلع لأن يكون شاملا وفاعلا وحيويا يحتوي كافة الآراء ويجمع كل وجهات النظر ويحقق نتائج ملموسة ومدروسة تجاه كافة القضايا على جميع المستويات. وعلى مدار عام مضى ومنذ أن دعوت إلى الحوار الوطني فقد تابعت عن كثب وباهتمام بالغ الإجراءات التحضيرية له وتهيئة الأجواء لإتمامه، مؤكدا على حضرتكم جميعا اليوم وما صرحت به من قبل بأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية، بل أؤكد لكم أن حجم التنوع والاختلاف في الرؤى والأطروحات يعزز بقوة من كفاءة المخرجات التي أنتظرها من جمعكم الكريم المتنوع الجامع لكافة مكونات المجتمع المصري. وأنني إذ أكرر تحياتي لكل المشاركين في هذه التجربة الوطنية المحترمة، فأنني أدعوكم إلى بذل الجهود لإنجاحها واقتحام المشكلات والقضايا وتحليلها وإيجاد الحلول والبدائل لها، متمنيا من الله عز وجل أن يكلل جهودنا جميعا بالنجاح والتوفيق، مؤكدا دعمي المستمر لهذا الحوار وتهيئة كل السبل لإنجاحه وتفعيل مخرجاته في إطار من الديمقراطية والممارسة السياسية الفاعلة، وأتطلع بنفسي إلى المشاركة في مراحله النهائية. وفي النهاية أتمنى لكم النجاح والتوفيق في هذه المهمة الوطنية العظيمة، وأتوجه بالشكر والتقدير
لكافة القائمين عليها وعلى تنظيمها. فمصرنا العزيزة الغالية تستحق منا أن نبذل من أجلها الجهد والعرق والدم وأن تجمعنا على حبها. فهي الغاية وهي الوسيلة دائما. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني تحيا مصر دائما وأبدا، وإن شاء الله يكون بداية انطلاق جلسات الحوار الوطني، يعني هو بداية مبشرة وبارقة أمل لحل كل التحديات والمشكلات والعقبات، وإن احنا نجتمع على كلمة واحدة نرتب من خلالها الأولويات في المرحلة القادمة للتغلب على التحديات العالمية اللي بتواجه مصر، وبالتأكيد هي جزء منها يعني، وبتتأثر بطبيعة الحال كما يتأثر باقي الدول. كمان امبارح كان في مجموعة من الأخبار والموضوعات المهمة اللي يمكن أبرزها استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للفريق ركن محسن الداعري وزير الدفاع اليمني. وأكد سيادته على في خلال هذا اللقاء أكد السيد الرئيس على دعم مصر الأخوي الكامل لليمن ومساندة جهود الحل السياسي للأزمة في اليمن. كمان استقبل السيد الرئيس امبارح وفد رفيع المستوى من مجلس النواب الأمريكي، وكان من بين يعني هذا الوفد رئيس المجلس الخاص بمجلس النواب الأمريكي. خلونا نعرف تفاصيل أكثر من خلال هذا التقرير. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للفريق الركن محسن الداعري وزير دفاع الجمهورية اليمنية. وأكد الرئيس خلال اللقاء دعم مصر الأخوي الكامل لليمن ومساندة الجهود الرامية للتوصل لحل سياسي للأزمة بما يحقق مصالح الشعب اليمني الشقيق على مختلف الأصعدة ويساعده على تجاوز كافة التحديات وصولاً لاستعادة الأمن والاستقرار والشروع في مسار التنمية. امبارح الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل وفد رفيع المستوى من مجلس النواب الأمريكي برئاسة كيفن ماكارثي رئيس المجلس وعضوية عدد من رؤساء وأعضاء اللجان من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، من بينها لجان الشؤون الخارجية والقوات المسلحة والأمن السيبراني والبنية التحتية والموارد الطبيعية والاعتمادات. وخلال اللقاء تم التأكيد على عمق الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة وما يجمع بينهم من روابط وعلاقات تعاون وثيقة ومتشعبة. وأكد الرئيس الأهمية اللي بتوليها مصر للتواصل مع قيادات الكونغرس الأمريكي في إطار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين على مختلف المستويات. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع الحكومة برئاسته بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة. وقال مدبولي أنه هيتم خلال أيام تنظيم مؤتمر صحفي عالمي بحضور وسائل الإعلام المصرية والعالمية لشرح محددات الموقف الاقتصادي وكمان الرد على التساؤلات المطروحة على الساحة بشأن عدد من الملفات المختلفة. امبارح وافق مجلس الوزراء على تحديد سعر ضمان لتوريد القطن السنة دي بحيث يكون سعر الضمان 5500 جنيه لقنطار القطن طويل التيلة و 4500 جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة. السعر ده بيمثل الحد الأدنى اللي لن يقل عنه سعر التوريد. امبارح تابع الدكتور مصطفى مدبولي جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال شهر إبريل اللي فات، وأثنى رئيس الوزراء على الدور اللي بتقوم به اللجنة الطبية العليا بالتعاون المثمر والتنسيق الفعال مع غيرها من المؤسسات المعنية لتقديم العديد من الخدمات والبرامج الهادفة لتوسيع نطاق المستفيدين والوصول إلى المستحقين. طيب هننتقل مع حضراتكم من أخبار المحروسة لجولة أخبار المحافظات، لأن بالتأكيد في مجموعة مهمة من الأخبار التي حدثت في المحافظات المختلفة، اللي يمكن أولها محافظة قنا ببدء إطلاق أول شعلة غاز للمنازل بقرية العصيرات ضمن مشروع حياة كريمة في محافظة قنا. أما في محافظة الإسماعيلية فتم بدء تركيب الوصلات المنزلية للصرف الصحي بالعويضة في الإسماعيلية. إيه اللي حصل في باقي محافظات الجمهورية؟ ده اللي هنعرفه في هذا التقرير.
محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من قنا اللي تم فيها إطلاق أول شعلة غاز بمنزل أحد المواطنين بقرية العسيرات، وده في إطار خطة توصيل الغاز الطبيعي لمختلف القرى المستهدفة ضمن مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة. في البحيرة تم إجراء المسح السمعي ل 401,812 طفل حديث الولادة بنطاق المحافظة، وده في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعلاج أمراض ضعف وفقدان السمع لحديث الولادة. في الإسماعيلية أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة الانتهاء الكامل من محطات وشبكة الانحدار لصرف صحي منطقة العوايضة التابعة لقرية الشروق بمركز ومدينة القصاصين، مع البدء في تنفيذ توصيل الوصلات المنزلية للمواطنين وفتح باب التعاقد للأهالي. في الغربية تم بدء التشغيل التجريبي للورديات الليلية بالطوارئ ببعض وحدات الرعاية الصحية، خاصة الموجودة في القرى الأم وعلى الطرق الرابطة بين المراكز والمحافظات المجاورة. تشتمل الوحدات على سكن جيد مجهز للأطباء والتمريض مع إمدادها بجميع المستلزمات المطلوبة، وكمان عمل تدريبات مكثفة لأطباء التكليف الجدد وأطقم التمريض على الإسعافات الأولية وخياطة الجروح البسيطة والتعامل مع حالات الطوارئ. في المنيا نفذت مديرية الصحة قافلة طبية وعلاجية بقرية السلام التابعة لمركز بني مزار، وتم الكشف الطبي على 1942 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة ليهم بالمجان وتحويل الحالات اللي بتحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات. في كفر الشيخ أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي عن تنظيم 27 فعالية ضمن برنامج مودة، منهم 9 ندوات ودورات تدريبية للمقبلين على الزواج و9 حملات توعية بقرى حياة كريمة للحفاظ على كيان الأسرة المصرية. في البحر الأحمر تم الإعلان عن فصل التيار الكهربي عن عدة مناطق متفرقة بمدينة الغردقة لصيانة المحولات الدورية، وهيتم فصل الكهرباء عن منطقة الزراعة والتأمينات الاجتماعية يوم السبت من الساعة 9 الصبح لحد الساعة 2 الظهر.